في ظل المعطيات الجديدة في الشرق الأوسط وما يحدث من تعاطي مع الأحداث ومع المعطيات الأمريكية والصهيونية وفرض معطيات جديدة لبناء شرق أوسط جديد يتماشى ويتوافق مع الرؤية الصهيو أمريكية، فإن ذلك مؤسف جدا وانعكاساته ستكون خطيرة على القضية الفلسطينية للأسف الشديد. وما نطمح إليه أن يكون العرب والمسلمين في صف القضية الفلسطينية بدلا من التماهي إلى جانب الأمريكان والصهاينة في هذا الوقت الحاضر. صفقة ترامب يريد من خلالها الرئيس الأمريكي أن يعمل على تصفية القضية الفلسطينية بالمهيمنة على الإرادة العربية وأيضا تفتيت الأرض العربية والإسلامية وتحويلها إلى دويلات صغيرة يستطيع العدو الصهيوني من خلال كل هذه الأزمات التي يحاول ترامب أن يصنعها في المنطقة أن يفرض سيطرته على فلسطين، كل فلسطين، ويحاول أن يكرس يهودية الدولة. لذا ترامب الأساس من كل مشروعه صفقة القرن. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه صفقة القرن الذي يتزعمها ترامب والإدارة الأمريكية لها دلالات خطيرة جدا على القضية الفلسطينية، وهي بمثابة شرق أوسط جديد، وهي بالمناسبة يعني تعمل على تجفيف منابع الدعم للمقاومة الفلسطينية وهي تعصف في القضية الفلسطينية. لذلك هذه الصفقة مرفوضة جملة وتفصيلا لأنها تضر في القضية الفلسطينية، بل تضر في قضية الشرق الأوسط. هم يدعون أن هناك شرق أوسط جديد، وهذا الشرق الأوسط جديد يعمل على تقسيم الدول العربية، وإذا قسمت الدول العربية القضية الفلسطينية تكون في مهب الريح. لذلك ندعو الجميع، ندعو العقلاء في الدول العربية بالتصدي لهذه صفقة القرن، ونقول لهم بأن البوصلة هي القدس، البوصلة هي القضية الفلسطينية. يجب على الجميع الالتفاف حول خيار القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين من هذا العدو الأول، ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. صفقة القرن التي تمت بين ترامب رئيس أمريكا الجديد وبين العدل السعودي هذه صفقة كبيرة جدا، نص تريليون، يعني بمعنى نص تريليون أرقام لا يقدر ولا يستطيع أن يعدها. وهذه صفقة ذهب بها وعاد بها إلى إسرائيل قبل أن يعود بها إلى أمريكا، وأعطى نصيب إسرائيل من هذه الصفقة. فإسرائيل استغلت هذه الصفقة والماديات والاقتصاد ليرفع اقتصاده وحتى يزيد الاستيطان ويهود القدس ويدمر الشعب الفلسطيني ويدمر القضية الفلسطينية بأيدي عربية بأيدي مسلمين. واضح منذ اللحظة الأولى أن هذا ترامب قد جاء ليقول بلغة العصر من ليس معي فهو ضدي، وواضح أن هذه الاصطفافات العربية الخطيرة التي نشهد إرهاصاتها في الأيام الأخيرة والتي كان آخرها تكتل عربي ضد دولة عربية شقيقة، ضد قطر الشقيقة، التي يعني لا تختلف كثيرا على مستوى الوجود العربي على مستوى المواقف الرسمية العربية، اللهم إلا تتميز في دعمها لغزة وتتميز في احتضانها ودعمها ومساهمتها في التخفيف عن شعبنا الفلسطيني من نتائج الحصار الكارثية، تستضيف بعض القيادات الفلسطينية للمقاومة. ولذلك يعني واضح أن هذا الاصطفاف، أساس هذا الاصطفاف والقاعدة التي تبنى عليها الاصطفافات الجديدة ليس لها علاقة لا بمصالح الأمة العربية ولا بمصالح الشعب الفلسطيني ولا بقضية الأمة المركزية هي قضية فلسطين والأقصى. هذه الاصطفافات تقوم على الحفاظ على بقاء ووجود النظام الرسمي العربي العميل المرتبط بالإدارات الأمريكية والصهيونية والحفاظ على وجود إسرائيل. أين القضية الفلسطينية من ذلك؟ نحن نرى أن هذه الاصطفافات كلها ضد مصالح الأمة.